مشاهدينا، نحن هلا بفتره الاعياد، من اجمل فترات السنه. المغتربين كثار منهم بيجوا على لبنان حتى يعايدوا مع احبابهم. العائله كلها بتجتمع باجواء مفروض تكون انها حلوه ومليئه بالفرح والانسجام، ولكن اوقات كثير مش كل الافراد بتكون معوده على بعضها او بتنسجم مع بعضها، وهون دورنا نحن كاهل انه نامن الاجواء الملائمه حتى نتجنب التشنجات او المشاكل ان كان بين الاطفال او حتى الكبار. رح نطرح الموضوع على ضيفتنا. برحب بكريستيان شيحا. اهلا وسهلا فيك كريستيان، ينعاد عليك. ميرسي وعلى الجميع. حضرتك سايكولوجيست، معالجه نفسيه، وبدنا حبينا نحكي عن هالموضوع لانه عم نعيشه، يعني خاصه بهالفتره من السنه. كيف فينا نمنع التشنجات انها تصير بهالفتره ان كان بين الصغار او الكبار، او بصير في نوع من التمييز بين من قبل الاهل للاولاد؟ هلا هو صحيح انه موضوع شوي متشعب، بس حنجرب نشوف نحصره اكثر شيء بالكيات اللي كثير بنشوفها، بالمواضيع كثير بنشوفها. باخر فترات اذا بدك من هلا على الارض عم نشوف في كثير اولاد عندهم حركه زايده، وهي الحركه الزايده اوقات عند بتخلي الولد هو ما يعرف ولا يتصرف مع غيره ولا يعرف يلعب مع غيره، والاهل ما بيعرفوا كثير يتعاملوا معه. بصير هيدا الولد شوي بس ينوجد بمجموعه، بصيروا كل العائله مجموعه وفي كثير اولاد ما بيعرف يلعب مع الاولاد، بصير هو بده يفرض حاله، بصير بده هو يعمل يجلب الانظار عليه، او بيحرك كثير وما في محلات يلعبوا لانه بيبقى شتي وقاعدين كلهم سوا بفرد اوضه، دونك شوي بتصير صعبه على الجميع. بالتالي بسبب الانزعاج للاخرين. ما بيقعد يقدر هو ولا هو يلعب مع الاولاد ولا الاولاد يتقبلوه. يعني لا هو بيتهنى ولا بيخلي غيره يتهنى. مزبوط مزبوط. بصير في كثير هذا النوع من الاشتباكات اذا بدك، والاولاد بيتكاتروا ضده، بيصيروا يعملوا مثل هيك بوطه ضده، كليكات يعني كليك ضده، وهو بصير يزيد بعد حركاته اكثر، وخاصة إذا مش معود، يعني إذا في مثل ما عم تقولي حضرتك من المغتربين جايين على البلاد ما بيعرفون، ما بيعرف يتصرف معهم، ما إنه معود عليهم أو بيحكوا غير لغة، هذا بيخلق كثير بين الكبار كمان. بصيروا الأهل بدو يجوا يعيطوا يتدخلوا، أنت روق ما تروق، يعني بصير كثير حاسس حاله بعد منبوذ أكثر، يعني ما إنه عم بيقدر يفوت بهالمجموعة. عادة بالعيد الكبير التجمع بيصير، العائلة بتجتمع عند كبير العائلة اللي عند الجد والجدة، وهون كمان علاقة الجد والجدة بالأحفاد بتلعب دور بتعاطي مع الأولاد أو بالتمييز بين الأولاد. خبرينا شوي عن الموضوع. هلا في كمان بحكم انه الاهل كلهم عم بيشتغل، في كثير اهل بحطوا اولاد اولادهم يعني عند تيتا وجدو، دونك بيكونوا كثير معودين عليهم، بيصيروا هن الاولاد بحسوا حالهم هن مميزين عن ستهم وجدهم. هو اجمالا التيتا وجدو في الاولاد كلهم بدهم يجربوا يفرجون انه هن شو بيعرفوا يعملوا، يعني كلهم عندهم اهتمام انه تيتا وجدو يتفرجوا عليهم ويشوفوا شو عم بيعملوا، بصير في حزازيات بين الاولاد، يعني لا تيتا لالي، لا تيتا انت شوفيني انا شو بعرف اعمل، يعني بصيروا كلهم يفرجوا كل طاقاتهم اذا بدك او حرفهم شو بيعرفوا يعملوا مهاراتهم لا تيتا وجدو، ما بيقعدوا يلحقوا. في حدين، يعني اذا بدك الست وجد اللي بيهتموا بالاولاد كثير وهن بيكونوا عم نحكي الاولاد الزايدين الحركه وشوي تعبانين من هال، بحبون كثير مش يعني هون عم نحكي عن الاولاد اللي بيقضوا وقت كثير مع ستهم وجدهم، بيصيروا ستهم وجدهم عبالهم شوي يهتموا بغيرهم بغير الاولاد، اولاد الاولاد يعني خاصه اللي بيجوا من برا. نعم. كمان هيدي بتزيد، ما بيفهموا الولد انه انت طول عمرك لإلي، ليش هلا بدك تشارتيني او بدك تقسميني مع حدا ثاني، دونك كمان تخلق حزازيات بين الاولاد وبين الاهل كمان، لانه كمان طيب ما انه هن كلهم كل الوقت لعندكم هلا، معلش اعطوهم شوي اهتمام بعد اكثر معودين عليكم. الاولاد اللي بيكونوا عايشين بالاغتراب وبيجوا بس لفتره الاعياد على لبنان، كيف بيكون التعاطي معهم اجمالا من قبل الاهل؟ هلا من قبل هن مميزين عن مفروض بيكون، يعني في شوية مميزين. تمييز هون وطبيعي انه يتميزوا. مزبوط، خاصة إذا عايشين ببلد مغير عندهم تسهيلات أكثر، بلد متحضر أكثر، كله بده يعرف شو بيعملوا، كيف بيروحوا على المدرسة وشو بيعملوا بالمدرسة. هون حتى بركي نتجنب التشنج بين الأولاد، يمكن نحضر الأولاد الموجودين هون بالبلد وعايشين هون، نحضرهم نفسياً
النوم، هل راح يمكن نقضي وقت اكثر مع هالاولاد اللي جايين ما بنشوفهم دائما، بس تيكون يتقبلوا الوضع اكثر يمكن؟ هذا اللي مفروض ينعمل مع الاولاد، خاصه كمان انه اللي بيجوا شوي مغتربين، اللي ما بيجوا كثير، بيجوا مره بالسنه، مش دائما بيحكوا ذات اللغه، اوقات ما بيحكوا انجليزي او ما بيحكوا عربي، وكمان بيصير تجنج كثير مع الاولاد. مش غلط انه ناخذهم مثلا كل يظهروا قبل ما يوصلوا على العيد الكبير، يعني اذا بدك على الجامعه الكبيره يطلعوا جروبات صغار يتعرفوا عليهم، يعملوا مشاريع برات هيدي السهره الكبيره، يتعرفوا على بعضهم اكثر، يروحوا عند بعضهم يلعبوا مع بعضهم جروبات صغار تيتعودوا على بعضهم اكثر، ما يجوا ينجمعوا فرد مره ويتلاقوا بمليو منهم معودين عليه. كريستيان، ترتيب الولد بالعائله كيف بياثر على الطريقه اللي نحن نتعاطى معه واللي هو بيتعاطى كمان مع الاخرين فيها؟ الترتيب كثير مهم، ومش بس الترتيب، رح احكي عن الترتيب ورح احكي عن الاولاد الوحيدين، يعني لانه هلا صرنا نلاقي كثير عيال صغيره بيجيبوا ولد ماكسيموم او ولدين. اللي بيجيبوا ولد بطبيعه الحال الولد بيربى هو ببيت اهله، اول شيء مغنج، ثاني شيء بيربى هو ما بيعرف يلعب مع حد، ما بيلعب لانه كل النهار مع حدا ثاني، بيلعب لوحده ما بيعرف يلعب مع ولد اخر، ما بيلعب مزبوط، ما بيعرف يلعب مع اولاد، وبيجي بينوجد هو بيفكر حاله انه هو لازم يكون الملك مثل ما هو ملك بالبيت، يعني كلكم بدكم تمشوا على رايي، كلكم بتلعبوا مثل ما انا بدي، كلكم بدي، يعني بيصير في عنده هيدي النزعه انه انا بعرف وما حدا ثاني بيعرف، لانه هيك تعود وهيك بيعرف بالبيت. تلقائيا بيتربى بهالطريقه كريستيان إجمالاً. مجرد انه هو ولد وحيد او إجمالاً. نحن كاهل لازم ننتبه على الطريقه اللي بنربي فيها، خاصه لانه ما عندنا غيره. مزبوط، نحن الدور الاهل ببلش مش وقت بنوصل على اذا بدك على الوضع، هو بدنا نستبق الامور وننتبه دائما، يعني مشكله نكون واعيين على تصرفاتنا لشو ممكن تؤدي لاحقا. 100%، لانه هلا الاولاد كثير بنشوف لانه شتي وما بيلعبوا برا وما في مجال، بضلوا قاعدين بالبيت كل الوقت وما كثير بيحتكوا بغير اولاد، اذا كان عنده اخوات نوعا ما بتصير احسن، اذا لوحده عم بيلعب ما في ولد ثاني بطبيعه الحال ما راح يعرف يلعب مع ولد، من هيك دائما بنلفت نظر الاهل خلال السنه الشتي، معلش اذا لعبوا راحوا شوي عند الجيران، راحوا نعمل افار بنطلعهم، معلش مش لانه في ساعه او في درس او شيء بنضل قاعدين كاتنين بالبيت. فمن يعني الطبيعي انه الولد الوحيد ما يتقبل وجود قرايب اطفال مثله بفتره الاعياد، الا يعني اذا في نوع من هيك مشاكل بيناتهم، الا اذا كان هو بيلعب مع جيران بشوف كثير، يعني بيلعب مع اولاد، بس هيدي الحاله خفيفه شوي، يعني بالعكس عم نشوف الاولاد بيلعبوا، الاولاد الوحيدين لوحدهم ما بيعرفوا يلعبوا. هيدا اذا كان الولد وحيد، لما بيكون في اكثر من ولد بالعائله، اكثر من ولد بالعائله نحن عندنا عاده بنسمي الولد الكبير على اسم جده. صحيح، دونك هيدا الولد بيحمل كثير بلا كريم لإله وتكريم للجد، يعني مش هون بس كمان بالولاده وبالترتيب هو مميز، بس مش بس تكريم، بيبقى حامل هو عبء، لانه هو بذهن اهله لازم يكون هو مميز، وبيوصل يمكن هو منه قادر، ويمكن هو منه قادر يكون قد الاسم، سو كثير بيعمل افار وكثير بيجرب يعجب اهله وسته وجده، لانه عنده هيدي اذا بدك محطه الانظار، ومش دائما بتزبط، واوقات بنشوفها مع لعبه مع الاولاد، هو بده يكون الكبير وهو بده يكون البصي كمان، انه انتم انا بعرف وانتم ما بتعرفوا، انا بفهم وانتم ما بتفهموا، انه كمان هي بتصير موجوده، لانه هو اذا بنرجع بنقول الحمل الثقيل عليه. الاولاد الاصغر بيبقوا الاهل وقت اللي بيكون ولد كبير بيحملوا القاموس وبيمشوا، لا لازم تعمل هيك، وبيمشوه على الساعه وعلى التكه وعلى الدقيقه، بيكون منظم كثير. الولد الثاني بيفهموا بيعرفوا الاهل انه لا مش ضروري هالقد، دونك بيرخوا، بيكون هو لبق شيطان اكثر، بيعرف يحبب بحاله، عنده كاريزما شوي يمكن اوقات اكثر من خيه الكبير، كمان تخلق حزازيات بين الاولاد، انه انت بدك تمشينا على رايك بس انا عندي راي ثاني، انا بعرف اتصرف اكثر منك، انا بيلحقوني اكثر، وكمان بتخلق اذا بدك بين لكن الولاد. طبيعي يصير هالامور كريستيان الى حد ما، كله طبيعي الى حد ما، مزبوط. اوقات بيكون في انسجام تام بين الاولاد، ما في مشكله ابدا، بيتفقوا مع بعض ان كانوا عايشين هون او بالاغتراب وبيلتقوا من فتره لاخرى، ولكن بيكون في خلافات او مشاكل بين الاهل الكبار، وهالشيء بينعكس على الاولاد. شو بيصير بهالحاله؟ هلأ
المشاكل ما في عائلة ما فيها مشاكل، يعني أوقات مثلاً بيتجوزوا بتبقى الجاية على العائلة ما كتير بيحبوها، ناطرينا شوي شو بدها تعمل شو بدها تقول شو لابسين أولادها، يعني النظرة للأولاد من خلال من الأهل بتبقى صعبة على حملة الولد، يعني بتخلق مشاكل. وين بتكبر المشاكل؟ وقت الأهل بيتدخلوا، يعني مثلا تخانقوا سوا ما بيجوا بيحلوا المشكلة بطريقة بلا ما يفوتوا بالتفاصيل، بيفوتوا بالتفاصيل وبيصيروا بلا ما ينتبهوا يعطوا حق لهيدا أو حق لهيدا، وبتخلي هيدي إذا بدك الخلافات أو بياخدوا الأمور شخصية، كمان بياخدوا الأمور أو بعيطوا مثلا على الولد اللي ولد منه معوض هو، بتخلق حزازيات كمان مع الولاد. يمكن وقتنا عم بيداهمنا، بس سريعا شو لازم نعمل لما العائلة بتجتمع؟ على شو لازم نكون حريصين حتى نتجنب المشاكل والتوتر بين الأفراد؟ نحن دورنا كأهل ما مش مفروض نجي نقول للولاد خلص فوتوا انتوا لعبوا ودبروا حالكم، يعني خاصة إذا معودين على بعضهم غير قصة، إذا منهم معودين نحن لازم شوي نساعدهم، نخلق لهم ألعاب. في كتير ألعاب الكبار بينظموها بين كل الولاد، كانوا يعملوها بالأنيفرسارات من زمان، نعم. أو يشاركوا فيها حتى الكبار، ما هن هن بيديروها وبيعلمون للولاد، نعم. ينطروا دورهم يتعلموا، يخلقوا مثل لحمة بين بعضهم، وبعدين بيصيروا بيقدروا يلعبوا مع بعضهم، بس دور الأهل كتير كبير، نعم. بهالناحية. كريستيان شيحا معالجة نفسية، شكرا لوجودك معنا ولهالمعلومات، ينعاد عليكي ان شاء الله سنة خير وبركة عليكي 2017. وقفة مشاهدينا ورندا فهد بانتظاركم بإيت سمارت بعد هالوقفة القصيرة.